عسلامة مدى. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله. مرحبا بيك، خلينا نتعرفوا عليك. بسمة. مدام بسمة، شنو تحضيرات التوانسة لعيد الأضحى؟ هل بداوا يحضروا من توا وإلا لا؟ أي حضروا من توا، ينقصوا على روحهم شوية فحات، شوية زيت، يعملوا شوية سيترون صبروها، حكيت هذوكم. وبعد عادة يقربوا العيد يشوا المشويات، يشوا المشويات والكانون والفحم والبخور وحاجات هذوكم. من رأيي العلوش قبل. اي العلوش غالي السنة. ومن رأيي تضمن العلوش قبل. اي العلوش اي نشري والله نشري، وإحنا قبل بعشر ايام قبل بجمعة، عارك الأولاد يحبوا يقربتوه يلعبوا بيه ويعطيوا السكر أو خرجوا يدوروا بيه، كل مرة كيفاش. وأنت ماذا بيك قبل بليلة يجيك؟ فايتي. وإلا نهار العيد الصباح. علينا والله، وأنا مريضة العرس كل علينا. الحمد لله، وكل عام تو يتعدى بقسمه. الحمد لله. معناها ما ننكروش انه الاجواء هذيك ياسر محليها راه، وحتى قبل بجمعه قبل ب 10 ايام. حمويه كان حي شري قبل ب 10 ايام على خاطر ولدي الكبير، قال لي ما نحبوش يمشي للجيران تو يكشوا عليه الاولاد. اما يتعلق بالعلوش. اي ويتعلق، نهار بشرحوا بدا يبكي غير نهربوا لدارنا. تو تبارك الله راجل عمره 30 سنه. الحمد لله. هو لا يذبح يظهر لي ولا؟ لا انا سلفي يذبح لنا يجي من النصر، خاطر هو قال لك يذبح كان يكون يصلي. انا راجلي ما يصليش، سلفي يصلي وحاج وعامل قد شنو عمره. يجي يذبح لنا، يذبح لداره في النصر ولاولاده، عنده زوج اثنين معاه، يذبح لهم ونخليهم يحوسوا ويجي يذبح لنا نحنا. ساعات يذبح لاخته كل مره كيفاش. عندك لمحه صغيره على اسعار الاضاحي سنه ولا؟ غالي من مليون الفوق. انا هو اللي تقدر عليه انت مدام، معناها اللي يقدر عليه زوجك. انا ما يفوتش 900 حقيقه، 900 800 هكاك، ما بين 850 900. والله احنا هذاك ونشوف فيه في الزون هذيك 800 950 750، ما نشوفش اقل، راه توصل ب 700000، ما نشوفش اقل. والحمد لله كل عام وقسموا، انا الوليد الكبير يحبوا، يحبك اللي ما ياكلوش يوم في وسط العام، اما كنهارين يحبوا كل المشوى العربي وكل كانون، يشويوا نهايرين ياكلوا بالكدا وبعد عشاء. تخطر له كان في العيد يحب. اي يحب كيكه كالجو هذيك، يحبك المشوى بالساقين، وهي تحبك المشوى العربي والكانون العربي والحكايات هذوكم، والمروحه صغيره وكل الماعون وكل شيء. انت دورك الدواره والعصبين. اي هذوكم لازمين، وبعد كاو نهارين ياكلوا المشوى يعملوا كالجو هذاك بتاع الكانون الفحم، بعد ما يديروا بيه الجمله. حتى كان طيب بدي هك. حبوش شي بالشحم ولا بالعلبه ولا حاجه. وكا كل عام وقسمه الحمد لله. شبيك وصل 47 الكيلو السنه. 52 وصل حتى 53 الحمد لله. كل عام وقسمه شبش نعم. فما برشا عباد تتشكى من الغلاء نتاع الاضاحي، وفما اللي يقول لك راني انا ما نعايدش عندي اربعه وخمسه سنين، فما شكون يقول لك عندي عامين ما نعايدش. غالي برشا. انا جارتي باش تطهر ولدها شريته صغير هكا رويسه ب 800000 كله شحم، قصته وفرقته هي الربي كله شحم. يوكلهم خبز البيت خاطر العلفه غليت ما تساعدهمش. وكاهو شنو نعملوا كل عام وقسموا على خاطر الاولاد زاده. هو كي تجي تشوف عيد الكبار هذاك مش عيد الصغار، هما عندهم الصغار كالجوية وكاللبسه كلش، ها هو اللي يحبوه. الصغار يحبوا ياخذوا الاعياد الكل. ريت يحبوا يقربوا ياكلوا السكر ويديروا بيه يعملوا بيه جو. تيكا الحمد لله. الشده في ربي. تو كل يتعدى، هو يدو يدخل رمضان والعيد والعيد الكبير، تو باش يجي المولد وكل مره حاجه. اي ريت هو لازم معناها اللي عنده بيان سور لازم يعطي اللي ما عندوش. اي هو قالك في الدين الكتف اليمين يخرج كل هذيك الصدقه في الكتف اليمين يخرج، فهمت. وكل عام وقسمه تو يتعدى الحمد لله. شدة في ربي. الحمد لله. كيفاش تعديوها انتم نهار العيد مدام؟ والله احنا العاده نعملوا سلطه مشويه، حميتي يرحمها تعمل سلطه مشويه، ويعملوا مشوي سلطه مشويه مشوي في النهار، وفي الليل تعمل شربه وكبيبه كالمرقه باللحم ومعدنوس وبصل وكل. كمونيه؟ مرقه طيبه باللحم صغير جويد، مرقه عاديه كاني مرقه بطاطا، اما هي في اللحم جويد وطيبه مليح، وبعد يحطوا كل صحن يحطوا عليه شويه معدنوس وبصل نيء، وشربه الكرومه تعملها شربه، هذيك العاده نتاع امي يرحمها، قعدنا نعملوا العاده هذيك، ونهار العيد سلطه مشويه واللحم مشوي. هذيك العادة تاع حميتي يرحمها. هكا وقعدنا نعملوا على عادتها هي، فهمت. والصغار بيان سور بخلاف المشوي ما يحبوا شيء. لا يحبوا شيء، المشوي والسلاطة كهو. ولا هكا هبرة طايبة مليح تبدا في حاجة حمراء، أما طايبة مليح. أما هذه مش ياكلوا لك كسكسي ولا. مشيت للرحبة ولا؟ ما مشيتش، وين الرحبة؟ فما رحبة توا. قالك خارج تونس رخيصة، ما وين الرحبة؟ مازال ما جانا شيء احنا في الحومة. ساسين حتى من هنا الحومة هذيا البطحة هذيك المقابلة، وينك المرأة فما سنين مازال ما جيش، مازال بكري عاد، ولو 16 راهو 16 جونفي لو 17 حاجة كي هكا.
فما شويه في بعض البلايص فما شويه هكا برا صحيح. برا فليحه عندهم تيكا وحمد الله. انت تو تمشي مع المسيو تختار العلوش ولا تخليه هو وحده؟ لا 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 يمشي هو والطفل الكبير. هو انت خاطيك معناها مدام؟ لا لا خاطيني انا نمشي نفركس. يمشي هو والوليد الكبير ولا يجي يسلف يهزهم بالكهرباء يمشيو الكل، هو والوليد اللي توما هو واخته وولدي الكبير يمشي ويختاروه ويهزوه هما ويعملوه. راجل يفهم كي يهزوا يفهموا ويجيبوه هو ذا يفهم معناها هذاك هذاك اللي معايا المسيو نتاعك هذاك يهزوا يفهم يحبوه هو عربي كي العربي تاع بكري بليه لغير اللي لا شيء مسكينه كي تعبوا على الله والجو برا ويعمل به جو ويخرجوا العشيه يدور بيه ويعمل له الرباط ويسرح بيه في الواحد كل شيء تيكا تو تعدى ليه مربي الحمد لله هكا هكا يعملوا به جو كلمات هذيك بعد تذبحهم مش على روحي. مدام شنو رايك في العبيد اللي على خاطر الصغار توصل تتسلف باش تشري العلوش؟ ما يجيش هو قال لك الحج ولا الضحيه ما يجوش بالدين ما يتقبلوش عند ربي ما يجوش ميجوجوز حتى طرف قال لك لا الضحيه ولا الحج لمن استطاع اليه سبيلا. من الصغير ياثر على ابوه؟ ياثر هكا ولا مسكين ياخذوا السلفه ياخذوا فروج كل واحد كيفاش. لا انا هاني قلت لك قل قدير وقدره خيتي هو هذاك هو والله ان احنا من حمية نشوف 800 ب 750 950 نوصلوا حتى المليون وشوف عاد قضيته ودنيته يتكلف عندك هو والمولد يتكلفوا. مين المولد 34 ألف كيلو زقوق وكل يتكلف شنو نعمل جاب ربي هو مرة في العام كل حاجة مرة في العام. أي في جرت بعضهم هكايا. أي في جرت بعضهم معناها طق 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 كل الأيام تجري. تيكا الحمد لله. باش تنصحهم العباد هذوما مدام اللي قلت لك معناها صغارهم يأثروا عليهم يوصلوا يتسلفوا أو يرهنوا رواحهم. يمشوا على قد جرمهم كل قدير وقدر يمشوا على قد مصوار والعبد ما يخش. يحاولوا يفسروا زاد الوضعية للصغار لازم الصغار يكونوا متفاهمين شوية. ما يفهموش الصغار يشدوا صحيه في الحاجه مو هما خاطر شي قربتو ويديروا بي يعملوا بي جو هذاك علاش يحبوا كيكا تيكا والحمد لله انا مريره في العام حتى احنا ربي سبحانه رفق بينا تيكا الحمد لله. خلي لك الكلمه الاخرى مدام شنو تحب تقول؟ ان شاء الله ربي يخفف علينا الغلاء ان شاء الله كل عام حين بخير وتو كل شيء يتعدى وقت ربي لاباس وربي ان شاء الله يخفف علينا شويه هالغلي والعيشه والدجاج غليه واللحم غليه والدنيا كل غليه ان شاء الله الاسعار تنخفض وهذه طلبت المواطنين الكل سنية الحمد لله وديك نلقاو بروموسيون نفرحوا حنا في ماء في زيت في حاط فيت في وديت فيت في اكثر من الطنجره ولا تكلفوا والله بك الجو ب 1300 ولا انا تو بنتي ما تشربش قهوه الصباح تحبك الجو وكل بوا وكل كيك وكل فازيتيك وكل كرواسون وكل حكايات هذوك تيكا هاي تقف في المسيا هذيك هي هاكا البنات بابا ريت من فوق ان شاء الله ربي ينجحها هي بكالوريا سنه بنتك ان شاء الله ربي ينجحها هي ولدك ان شاء الله يا ربي ينجحها عايشك مدام.